بنستنى على الكهوة شوي بعدين بنرفعها. طيب خلونا الحين باقي الأسلاك وبرجع لكم أنا إن شاء الله. طبعا الآن أنا وصلت الأسلاك زي ما حكينا، أشدهم هسا. وزي ما حكينا الترتيب دائما للأسلاك إن كان ستار أو دلتا راح يكون نفس الترتيب هذا اللي أنا عامله، بحيث إنه إحنا بنقدر نشبك ستار ونقدر نشبك دلتا على الجهتين، فبكون دائما دائما في كل المحركات ترتيب الأسلاك على الروزيتا زي ما أنا مرتب الآن. الآن بورجيكم نفحص بلمبة السرية او بنفحص بالافوميتر، ما في مشكله. بدنا نفحص توصيل، لانه احنا لو فحصنا بلمبه السريه بيمشي، لانه احنا بنفحص توصيل ما بدنا نفحص او نقيس اوم. طبعا نتاكد بنشدهم كويس. نرتب الاسلاك بهذا الشكل. تمام، احنا حكينا بنلحم اي ثلاث اسلاك بنثبتهم من جهه، والثلاث اسلاك اللي مقابلهم بعد ما نثبت هذول بنشوف هون السلك، السلك اللي بنوصله مقابله لازم يكون ما بوصل معاه من فاز ثاني، لازم يكون يعني ما في بينهم توصيل. وهون نفس الكلام، ما في بينهم توصيل بالنص، وهون على الطرف ما في توصيل بينهم. طبعا ما بوصل الدلتا او الستار قبل ما انهي كل هذا الشغل، بعدين لما نتاكد من التوصيل انه صحيح بعدين بوصل الدلتا، لانه اذا وصلت انا هسه الان في هذول الوصلات اذا وصلت بصير يقيس معاي. فالان بدايه الفاز من هون ونهايته من هون بتكون دائما. فالان لازم المقابله زي ما انتم شايفين هيك ما ضبط اللمبات، مع انه هي بتضوي اللمبه، واضح انه اللمبه بتضوي. فاحنا بنحط المقابل بعض، لازم ما تضوي اللمبه ما يوصلوا مع بعض، ومشوف اللي في الوسط ما بيوصلوا مع بعض، ومشوف اللي على الطرف من هون ما بيوصلوا مع بعض. طب هذا وين اخوه او اللي من الفاز الثاني؟ هيو هذا. والوسطاني وينه؟ بكون هذا اللي من هون، والاخير بكون هذا اللي من هون. فما بنوصل نفس الفاز احنا مقابل بعض، لانه راح نسكر الفاز. طيب فرضنا احنا قبل ما نوصل حطينا الاسلاك ووصلنا هيك، وبدنا نكمل فحص نشوف انهم بوصلوا مع بعض ولا لا. راح يصير الان في عندي توصيل، يعني الان افحص هذا ما بوصل مع المقابله، افحص هون بدنا نثبتها. فلت السلك عفوا. الآن ما في توصيل، لو حطينا كمان واحدة الآن بصير توصيل. طبعا هو ما في توصيل لأنه أنا مش شد السوامين بصراحة، لو أشدهم بصير توصيل. الآن هيك. فإحنا قبل ما يعني ما نوصل الوصلات هاي، قبل ما نفحص بالكامل زي ما هو هيك. والآن لما نعرف إنه كل الاثنين مقابل بعض ما بوصلوا مع بعض، الآن بنحطهم بهذا الشكل وبنشد عليهم الرمدلات والسوامين. خلوني اجيب باقي السوامين واجي. والان انا شديت باقي السوامين وحطيت الرمدلات هون جديدة اكبر شوية، على اساس انه هون من هاي المنطقة بدي احط انا اسلاك الكهرباء. وهيك وصلنا دلتا وكل شيء تمام ان شاء الله. الان زي ما حكيت
بدي انظفه. انا طبعا وصلت قبل ما انظفه على اساس اني هو سخن كان على اساس انه يبرد اكسب الوقت. الان طبعا بننظفه شوي احنا اذا في شيء، اذا ما في شيء خلاص. اذا في حديد عالي من هنا هيك بنحس اذا في حديد عالي بننزله او بندق عليه شوي هيك بمصورة اساس اذا في حديد عالية تنزل وما تحتك في البوبين وهو بدور. طبعا ما تضرب الملفات يعني بدك تنتبه وتحس بيدك هيك على باب المجرى وتحسه انه ناعم ما في حديدة بارزة وطالع على الخارج. بس هاي هي. والان بدنا نجمع ان شاء الله المحرك على اساس انه احنا نشغله. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.